جامع الجزائر صرح ديني ومنارة للوسطية والاعتدال. تحديدا في بلدية المحمدية بالجزائر العاصمة يقع ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، ويعرف بالمسجد الأعظم عند عامة الجزائريين. تصميمه أنجز بنمط مغاربي مقتبس من المعمار الأندلسي ليشكل فارقة في تاريخ الجزائر الديني والثقافي. يتسع المسجد لأكثر من 120 ألف مصلي، ويغطي مساحة إجمالية تقدر ب 200 هكتار، كما يتضمن قاعة صلاة رئيسة، قاعة محاضرات، مكتبة، مدرسة قرآنية، متحفا إسلاميا، ومركزا للأبحاث والدراسات الإسلامية، ويعرف بأنه مضاد للزلازل. يتميز المسجد الأعظم بمعالم أضفت عليه جمالا خاصا كالزخارف، المحراب والمئذنة التي أصبحت منارة للسفن، حيث يصل ارتفاعها إلى 265 متر. أقيمت فيه أول صلاة جماعية في 28 أكتوبر 2020. المسجد الأعظم فرصة ثمينة يجب استغلالها لكسب العلوم الإسلامية وحفظ القرآن.